رح نحكي عن مشكلة يمكن أصبحت بالفترات الأخيرة من المشكلات الأكثر شيوعاً عند الأطفال، وهي طبعاً تأخر النطق. بتشير الإحصائيات إلى أنه من 15 ل 25% من الأطفال الصغار بيعانوا على الأقل من نوع واحد من اضطرابات التواصل والنطق، وعادة ما يتأخر الأولاد الذكور بتطوير المهارات اللغوية على الإناث. لنتعرف على الأسباب وطرق العلاج والتحفيز اللغوي لعلاج اضطرابات النطق. معنا ولاء الحسن، اختصاصية بعلاج النطق وتقويم الكلام عند الطفل. يسعد صباحك. صباحك، صباح الخير. صباح الخير. كنا عم نحكي تحت الهواء نقطة كثير مهمة بدي ارجع اشير لها واسالك عنها. لما نحكي عن علامات، لما اقول انا طفلي عنده تاخر بالنطق، شو هي العلامات؟ هلا ممكن ما يكون عنده اضطراب، كيف فينا نفرق انه عنده فعلا اضطراب تاخر بالنطق او حالة طبيعية؟ لما نقول طفل ممكن البيئة والمحيط بتلعب دور. في اطفال بتقول لك مثلا لما تحكي مع ستك او لما تحكي مع والدتك انه انت كنتي غير، يعني حكيتي لما كان عمرك سنتين فلان فلاني كان بثلاث سنين بيحكي. كمان كل العوامل بتلعب دور. كيف فيني أنا أفرق إنه فعلياً هيدا الطفل عنده اضطراب؟ تمام. هلأ بالنسبة بداية كأخصائيين اليوم نحن قادرين نميز شو نوع الاضطراب اللي بده يكون موجود أو فعلا هو بس تأخر لغوي أو تأخر نطقي، لأنه هاي بتفرق عن هاي. صحيح. اليوم نحن بالنسبة لنا مراحل تطور الكلام هي في قبل مهارات التواصل، فنحن في عنا معيار لنقيس مهارات التواصل عند الطفل. بعدين عنا بعد هيك بيصير فهم الكلام واللغة الاستقبالية ده تتكون عند الطفل ليوصل لمرحلة الحصيلة اللغوية هو الإنتاج اللغوي. تمام. فكل مرحلة من مراحل تطور الكلام بمراحل نمو الطفل نحن منقيسها. هلا كملاحظه نقول هي ابرز العلامات يلي الام فيها تشوفها اليوم كام مثلا تتعامل مع الطفل، وهي ما نفعتها بمجال خصوصا اذا كان طفل الاول طفل إلها، يعني يوم ما بتعرف كيف بيتطور طفل الكلام عنده، كيف بتبلش عنده الكلمات بتوضح اكثر. فينا نقول نحن في عنا علامات اساسيه الام تكون شايفتها وواضحه، انه على عمر السنه الطفل المفروض يبلش يحكي. تمام. علما هي في مهارات لسه بتسوق قبل هذا الموضوع، بس نحن حنحكي عن العلامات اللي الام ممكن تشوفها، انه ليش الطفل ما عم يتواصل بالكلام، ليش عم تظهر عنده سلوكيات للصريخ أكثر بالتواصل على التعبير عن احتياجاته أكثر من أنه يستخدم الأسلوب اللفظي للكلام. تمام. بالإضافة أنه الصريخ مثل ما أن نوبات الغضب البكاء المستمر هو لا يعبر عن احتياجاته، نشوف عدد محدودية المفردات كثير قليلة. نجي لعمر السنتين الطفل ما تطور عنده الكلام لسه، مفهوم الكلام عنده قليل، بيفهم قليل، بيحكي قليل. تمام. ما تطورت عنده مستوى الجملة، فهذا كلها مؤشرات أنه نحن هون عندنا تأخر لغوي ونطقي. تمام. حتى الوضوح الكلام بيكون طبعا نحن متفقين انه قبل الخمس سنين لا توضح الكلمات الطفل بده وقت، بس فعليا نحن في شيء اسمه مفهوميه الكلام، يعني المفروض بلش على ثلاث سنين اربع سنين العالم تفهم عليه مو بس الام. فهون في مؤشرات كثيره، بس انا بدي احكي عن ابرز العلامات، انه مثل ما قلنا تاخر الكلام عند الطفل بكلمات قليله ومخزون قليل، وما بنشوف الولد بيفهم، يعني بتقولي له مثلا عود ما بيعود، ما بيسمع الكلمات صح، ممكن نشوف انه مثلا ما بينفذ الاوامر، ما في استجابه. حتى موضوع مفهوم اليوم الالوان الاشكال مثلا يدل على اعضاء الجسم هو ما بيعرف هدول فيهم، هي دليل انه في عندنا مشكله باللغه الاستقباليه. فهون بس تشوف الام في عندها بعض المؤشرات انه الولد ما عم يتطور، واذا قارنته بطفل من عمره انه هذا الطفل غير هذا الطفل. ونحن اكيد مع الفروق الفرديه، ولكن نحن دائما في مؤشر اساسي لتطور الكلام. هي قادرة هون تميز أن الطفل عنده تأخر واضح. طيب. وطبعا لحتى نميز بالاضطرابات هون بيكون احنا في بقى تشخيص خاصة بالأخصائيين. واو. هذا طيب الموضوع. خلينا نحكي عن مفهوم التحفيز اللغوي، يعني اليوم الأم اللي بتحس أنه ابنها ما عنده القدرة اللغوية للفظ الكلمات بشكل صحيح بتلجأ لمعالج، وبنفس الوقت المعالج بيعطيها بعض التمارين اللي هي تندرج ضمن التحفيز اللغوي. خلينا نشرح المفهوم أكثر ونبسطه لكل يلي عنده هاي الحالات بالبيت وعم يسمعنا اليوم، بيقدر ياخذ هيك نصيحة. هلا نحن عندنا في شيء اسمه تحفيز نطقي، هي اللي عنده مشاكل بمستوى الأصوات. تمام. إنه الطفل مثلا ما بيعرف يقول الكلمة صح وبيغلط، بيحط مثلا مثل حرف بدله بحرف ثاني، هون ممكن الأم تشتغل على إبراز الصوت الصحيح للكلمة وتسمعه إياها للطفل بدون ما أنه تطلب أنه هو يعيدها، بس تعطي النموذج الصح مع الوقت هو حيخزنها. تمام. وتحاول تركز ضمن البيت أنه هي تبلش تعلم الصوت اللي ما عم يطلع معه. أما التحفيز اللغوي اللي هو كيف بده الطفل يشكل جملة، كيف هو ينطلق بالكلام، كيف يحكي، كيف يعبر عن احتياجاته، هون في عدة أمور. اليوم في شيء اسمه نخلق الدافعية، إذا الطفل ما عنده دافعية للكلام فهو ما راح يحكي، وهذا عم يكون مشكلة صراحة من البداية من الأهل. لما الأم اليوم تستجيب لطلب الولد عن طريق انه اذا بكي او اذا صرخ، وبصير الام تعرف، يعني بتعرف اذا بكي لانه هو هلا
بده مثلا ياكل، هو طريقه هلا هي البكه لانه هو بده ينام. انت كثير غلط انك انت تفهمي على ابنك كل شيء، اوكي انت بتعرفي شو طالب، بس حاولي تخليه يحكي معك يتواصل. فاذا ما خلقنا دافعيه للكلام الطفل بحب الشيء السهل، لما هو بده ياكل حيبكي اسهل من انه يدور على كلمات ويحكيهم بجمله ويقول لها ياهم. تمام، فعندكم مشكله كمان من غلط من الاهل، هاي نقطه كثير مهمه. تمام، اسالك عنا قديش بيلعب دور الأهل بمراحل تطوير النطق عند الطفل لما يكون فعليا عنده اضطراب نطق أو مشاكل، قديش بيلعبوا دور فعليا لتحفيز الطفل لأنا فعلا أتخطى مراحل تعليمية فيني أتخطاها وتعامل معه ويكون طفل مثله مثل أي طفل، بس هي مرحلة صغيرة ممكن يمر فيها أي طفل. هون الأساس أكيد من الأهل، حتى الأم اليوم هي المصدر الأول لتعليم الطفل الكلام، لأنه هي اللي بتتواصل معه، هي اللي بتتفاعل هي وياه. أكبر غلط أنه تحط الولد وقت طويل على التلفزيون وبدون وبكلمات قليلة. يعني اليوم نشوف الأم التي هي بالبيت وبتطلب من الولد مثلا أنه لبس البنطلون وبتروح، هي ما بتعرف فهم ما فهم أو تواصل معه، بس هي مجرد أنه عم تعطي كلمات بسيطة ما بتتحاور معه. هي كمان مشكلة، التلفزيون ما هو أساس، مو هو اللي بيعلم الكلام، بيتعلم عن طريق التفاعل مع الطفل، عن طريق عمليات التواصل، لأنه هي أهم مهارة نحن نعرف خلي الطفل يتواصل معنا الصح لحتى يعبر عن احتياجاته ويبلش يشكل الأصوات ويتعلم. وبتأثر الوسائل التواصل الأخرى أكيد لما الأم تترك ابنها ساعات طويلة إن كان طبعاً على التاب أو طبعاً على الموبايل، يعني فينا نقول تفاقم مشكلة اضطراب النطق. أكيد، لأنه هي بتأخر الكلام، بتأخر عنده عمليات التواصل، لأنه نحن متفقين أنه التواصل هو بيعتبر على الرسالة ومستقبل ومرسل، فنحن صار عندنا خلل بالرسالة وخلل بالمرسل. يعني هو ما عاد مرسل، هو صفي طفل عم يستقبل. وحتى اليوم حتى في ملاحظة أنه إحنا نشوف الأطفال اللي متأخرين بالكلام بيميلوا للكرتون الصامت، الأفلام الكرتون اللي فيها بس إيماءات حتى ما فيها كلام، وهي كتير مؤذية للأطفال، فهي ما عم تطور شيء وعم يقعد الطفل ساعات طويلة وهو منعزل عن كل عمليات التفاعل والتواصل. طيب، وهون دائما نحن بنقول التعليم بواسطة اللعب أو التعليم بواسطة أكيد. التفاعل هو أكثر الوسائل اللي فعلا أثبتت أنه هي قدي ناجحة وقدي مفيدة للأطفال، حتى الأطفال اللي عندهم مشاكل أخرى غير اضطرابات النطق. تمام، خلينا نحكي عن أبرز الوسائل بما يخص اضطرابات وهي النطق. وهي هي واحدة من المنهجيات اللي بتشتغل على تحفيز الكلام، أنه أنا أعلم الطفل الكلام عن طريق اللعب. اليوم إذا أنا الأم لعبت مع الولد بفقاعات الصابون هي حفزته على أنه إلا مثلا كمان. تمام، ما يستخدم هي الكلمة قبل ساري إلا أنه كمان. ليش؟ لأنه هو عم يحاول يطلب أن هي ده تترك مساحة للطفل يستخدم الكلمات اللي ممكن هي يخزنها وبعد هيك يأخذ النتيجة منها. كمان حتى الغيرة اليوم باللعب نحن بنحفزها بين الأولاد، أنه هذا الولد لما هو عم يتواصل بالسلوك اللفظي عم يأخذ مثلا مكعبات ويلعب فيهم، أما الثاني مثلا ما أخذهم. ممكن حتى التفاعل والتشارك بألعاب الركض وغيرها بين الأولاد نحن نترك مساحة للأطفال تلعب مع بعضها، مو نقول له لا عود وكن، لأنه هذا الطفل بيتعلم من الطفل الثاني. والغيرة هي محفز دائما للكلام، فأكيد مهم موضوع نحن نخلق جو تفاعل، وهي هي فكرة الروضات. ليش اليوم الأهالي بتلجأ إنه الطفل يروح على الروضة؟ لأنه بيقول لك في جو تفاعل وتواصل وكل شيء. بس في ملاحظة نحن بس مشان كمان ما نفوت كتير ونميز، إنه إحنا لازم بالبداية قبل ما أول ما بنعرف إنه الولد عنده مشاكل بالكلام لازم نفحص السمع ونتأكد من مستوى الذكاء. إذا هدول العاملين سليمين فنحن بنفوت بموضوع تحفيز الكلام واللغة، غير هيك بيكون بدنا أخصائيين. وأشرتي لنقطة مهمة، الروضة قديش بتلعب دور لما أنا الطفل، في كتير من الناس بتلاقيه مثلا بالبيت قاعد لا بيفوت لا بيطلع، خصوصا بظروف كورونا وجائحة كورونا أغلب الأطفال كانوا ملتزمين المنزل من خلال الحجر الصحي. الروضة والتفاعل اليوم مع الأطفال لأنه المجتمع المحيط بيلعب دور كتير كبير، قديش فعليا كمان بيفيد الطفل من خلال مو فقط فينا نقول اضطراب النطق، من خلال التواصل الطفل اجتماعيا حتى في تكوين شخصيته. طبعا مستوى الروضة اليوم هي بتكون كلياتها يعني معتمدة على منهجية مثل ما قلنا اللعب والتفاعل والتواصل، هي أساس تعليم الطفل، وخصوصي أنه اليوم منهجيات رايحة لمنتسوري وغيرها، فهي بتعتمد على أنه الطفل بيلعب وبس بيتعلم. ففي فرق اليوم كمان بين طفل متهيئ للروضة وبلش يعني خالص من منهج الروضة، بين طفل لسه مو مهيئ وفايت على الصف الأول. هي اليوم عم تفرق بكل المستوى والتعليم، مو بس الكلام واللغة، من مسكة الألام، من تطور مهارات الفهم عند الطفل، التزامه حتى بقوانين الصف، هي كلياتها أساسية وهي بتتعلم خلال مرحلة الروضة. يعني أكيد يعني بختام حديثنا بدنا نتشكر وجودك معنا وكل النصائح اللي قدمتي لنا إياها اليوم. شكرا لك. شكرا لكم.